وهذا الأمر يقودنا إلى أمر مهم، وهو ضرورة بناء الثقة بين الآباء والأمهات والأبناء. لابد أن تكون هنالك ثقة، ولابد أن يكون هنالك جسور من التواصل، لأنه لو لم يكن هنالك جسور من التواصل بين الآباء والأبناء والأمهات، فإن الأبناء ربما يخفون مثل هذه الأمور ولا يصارحون بها، ويبدأون بعلاجها بأنفسهم وهم قليلي الخبرة، ضعيفي التجربة، عدم أو غير ناضجين فيما يتعلق بالتعامل مع مثل هذه الأشياء، وربما لا يعرفون الطريقة الصحيحة. فلا بد من جعل جسور التواصل قائمة، ولا بد من المصارحة بذلك والحث على ذلك من قبل الآباء والأمهات، حتى يصارحهم أبناؤهم بمثل هذه الأشياء التي قد تحصل لهم، لأجل أن يحصلوا منهم على الإعانة والتوجيه.